ما الذي يحدث في جنوب لبنان؟ وهل ستستمر هذه العملية لأيام؟ وماذا عن التوغل البري الإسرائيلي؟ سنجيب عن هذه الأسئلة في هذا العرض. أكثر من 300 غارة إسرائيلية شنت من قبل إسرائيل بالطبع على الجنوب اللبناني واستهدفت مناطق للمرة الأولى. أضيف إلى ذلك أن هنالك عمليات اختراق من قبل إسرائيل لهواتف اللبنانيين، وإحدى الإذاعات أيضا تدعو فيها اللبنانيين إلى أن يبتعدوا عن هذه المناطق كونها تحتوي على أسلحة ومراكز عملياتية لحزب الله. ماذا عن استمرار العملية لأيام؟ يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي يقول في آخر تصريح له داعيا الإسرائيليين في الشمال إلى التحلي بالهدوء لأيام، وهذا يعني بالطبع وفقا لمراقبين ومحللين بأن هذه الغارات المكثفة ستستمر لأيام. لكن ماذا عن التوغل البري؟ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري أجاب أحد الصحفيين خلال مؤتمر صحفي، قال بأن إسرائيل ستفعل كل ما يلزم لإعادة سكانها إلى منازلهم في الشمال، بعد سؤاله طبعا عن هل فعلا ستدخل إسرائيل لبنان برا. تابعوا آخر الأخبار على العربية ومنصاتها.